ده المشهد اللي قلت لكم عليه، انه بضابط شرطه يعني يسرب تفاصيل العمليه. انضم لينا اللواء اشرف امين الخبير الامني. ست اللواء اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك ست. اهلا بيك دكتور فؤاد عبد النبي. هنا وجهه نظر سمعناها انه لا، صوره ضابط الشرطه لا يجب ان تكون ماده للدراما باشكالها المختلفه اللي ممكن تطبقها مع اي حد خوفا من هز هيبته في المجتمع. موافق على ده؟ وانا استاذ وائل انا بتفق مع الست اللواء في اللي قاله، وبتفق برضه مع الاستاذ طارق، وبتفق مع الاستاذ مشير. ازاي يعني؟ ازاي المشرع الدستوري قال الكلام ده؟ قال الناحيتين. قال ايد هذا الراي وايد هذا الراي. ازاي المشرع الدستوري ادى للمبدع والمفكر حريه انه يبدع ويكتب ما يشاء ويوصل بخياله كيفما يشاء، ولا عقاب عليه، وما اقدرش اوقع عليه عقوبه، ولا اقدر اسجنه، ولا اقدر اوقع عليه عقوبه الا من النائب العام، احرك دعوه من قبل النيابه. امتى؟ لو هنا لو ارتكب جرائم او طلع في الحاجات يعني بتحس على الكراهيه او العنف، تحض على الكراهيه او العنف او التمييز او الطعن في الاعراض، هنا وقعوا تحت طائله العقاب. اذا يا مبدع يا مفكر اكتب كما يفهم تشاء، ولكن هنا لازم تراعي ما توصلش بيك انك تقدر تدمر الاسس والقيم والعادات والتقاليد المصريه المنصوص عليها في الماده 10 من الدستور. الاسره قوم الدين والاخلاق والوطنيه. الماده 2 بتتكلم عن الشريعه الاسلاميه. الماده 3 بتتكلم عن الايه؟ الاخوه المسلمين والمسيحيين كلهم وحده واحده. الماده 24 من الدستور الوحده الوطنيه، وبتتكلم عن التربيه الدينيه والتاريخ الوطني مقومات اساسيه. اذا المشرع الدستوري ادى حمايه للمبدع والمفكر يبدع كمان، واداله حصانه في الماده كام؟ الماده 92 والماده 99. يعني اداله حصانه ايه؟ كل اللي هو بيعمله حقوقه مصونه. الحقوق والحريات اللصيقه به لا يجوز الاقتراب منها، ولا يجوز لاي قانون يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها. تعالى الماده 99 اديته كمان حصانه، قالت كل اعتداء على حق من حقوقه جريمه لا تسقط بالتقاضي. سليم؟ ولكن وضع له ضوابط. الضوابط ايه هي؟ اولا زي ما احنا اتفقنا الجرائم ما تعرضش ليها عشان ما يدمرش القيم المجتمع وتقاليد العادات. ان هو يرجع لان في ادوات الرقابه اللي هي موجوده. مين عندك في الماده 211 و12 و13 من الدستور؟ المواد موجوده اللي هي ايه؟ المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام. عندك الهيئه الوطنيه للاعلام، الهيئه الوطنيه للصحافه، هي اللي بتراقب. ده انا هزيدك فوق ذلك هذا وذاك. عندك في التلفزيون، في تحدي الاذاعه والتلفزيون، في النمط عندهم ان النص لازم اول حاجه لازم يتم النص يتم مراجعته. ولازم يتم الرقابه على النص. وفي لجنه مختصه تعمل لجنه المشاهده تشوف ايه المشهد اللي ممكن ما يأذيش مشاعر الجماهير واللي ما يحضش على. انت لو قلت لصناع اي عمل فني الكلام ده يقول لك مش في دراما، كان مش يعني. لا هو في جهاز واحد هو جهاز الرقابه. وبيعمل تصنيف عمري كمان المصنفات الفنيه. اذا انا وائل بيه لو في الافلام، لان الحاجات دي كلها المجلس الاعلى ده لسه مؤخرا كل الحاجات مؤخرا. اذا انت قصاد المشهد اللي حاليا في يعني برولوم دي ما فيهاش مشكله في الاله اسماعيل ياسين. لا ما فيش يعني برولوم دي زي اللي بينام. انت وصل فتعدي برولوم خلاص، فعديها في اي حاجه متعلقه بالشرطه اذا كانت عدت مع القوات المسلحه في عز ما كانت الثوره قايمه. طيب وثورة عسكريه وصل. نعم وصل. انت عايز توصله بس في حدود معينه. الرقابه، رقابه المصنفات، وتراقب النص وتراجع النص، ولجنه وتعمل تصنيف عمري وتعمل تقييم تصنيف طيب. عمري تصنيف ما يهمش. هاخد الاستاذ ميشيل بعد. الاستاذ ميشيل هنا لا يبقى في غضب يعني، يقول لك انه ما تعاملش ضابط الشرطه زي الشخصيات العاديه في المجتمع التي يمكن ان تعمل عليها مقاييس دراما مختلفة. يعني إيه كوميديا تضحك الناس؟ لا يعني بقول لك حافظ على هيبته حتى وانت بتضحك الناس عليه يعني. بص يا قلبي، هو انا كنت صدفت من فترة عند حضرتك، من فترة قريبة، وانا كنت ضد إهانة المهن والرموز. تمام؟ يعني انا بس دي كانت رموزنا، زي كانت إهانة التماثيل والفرانة، دي رموز عامة ما ينفعش نهينها. المهن لو امر مش موجود فيها، يعني احنا لما اشتكينا كمحامين لان جايبين في المحكمه واحد لابس عبايه حاجه عمرها ما تبقى موجوده، بدل الروب يلبس عبايه صلاه، طبعا ما فيش حاجه اسمها كده، دي حاجه مش موجوده اصلا، فدي تعتبر اهانه. قاضي بيقول عليا الطلاق،
طب دي حاجه تمام. هنا بنشتكي هنا بنشتكي بنقول ايه؟ دي حاجه مالهاش وجود. طب اشمعنى انت عندك هذه الحساسيه وبتلومه على عشان دي حاجه مالهاش وجود اصلا؟ لكن اللي بيقولوا عليه سياده اللواء، انا بتكلم بعد اذنكم، اللي بيقولوا عليه سياده اللواء، اللي بيقولوا عليه سياده اللواء حاجات موجوده، يعني عسكري ونايم محل كوميديا موجود بينام في الحقيقه، وسياده اللواء لما كان في التفتيش اكيد حال كام حد للتحقيق بسبب كده، ضابط بيعاكس واحد سياده اللواء لسه بيقول ضابط بيعاكس، واكيد ده حصل، واكيد سياده اللواء انا بوجه له سؤال هل حصل ولا لا انك احلت كام ضابط تحرش او عاكس واحده اثناء التحيات؟ إنسان كتير موجود في الحاجات دي. ايه الحاجات دي موجوده إنسان. احنا بقى ما ينفعش نطلع على الهوا نكذب ونقول الحاجات دي مش موجوده، يبقى كدابين وكذب مفضوح، لان عارفين الحاجات دي موجوده. الداخليه نفسها لم تعترض ولم تصدر بيانا بالاعتراض على هذه المسلسلات، فصاحبه الاختصاص الوحيد في الاعتراض هي الداخليه وشؤون القانونيه ليها، ما اعترضتش ولم تصدر بيانا بذلك. هات البيان اللي اصدرت فيه كده. احنا مش عايزين نبقى القصه بالنسبه لنا ان احنا نبقى هجوميين وخلاص، يعني نهاجم اعماله وخلاص، لا. طالما حاجه موجوده في الواقع، يعني هم من ضمن الاعتراضات بيعترضوا على المسلسل بتاع محمد رمضان لانه طالع ضابط شرطه وضرب او قصر كباريه او ضرب ترابيزه برجله وقصر الدنيا، ده بيحصل. ضباط شرطه اكد من ضباط الشرطه بيستعملوا القسوه وفي تحيات ضدهم، وكعدد من ضباط الشرطه هم لسه صغيرين احيلوا للتقاعد. الداخليه نفسها عندها سياسه بتطهير الضباط الفاسدين، ده موجود دلوقتي في اكتر من 2000 امين شرطه احيلوا للتقاعد عند سن ال 30، الكلام ده لسه حصل السنه اللي فاتت لتطهير الداخليه. كلمه تطهير معناه في شريحه مش صغيره في الدوله منهم محتاجه لتطهير. فبنتكلم هنا في واقع، الدراما هنا بتناقش واقع، يعني حتى لو في كوميديا في حاجه بقى ثانيه سيد لويس ما خلصش منها قبل كده، عشان هو بس قال تعقيبا على الكلام. اتفضل. انا بقول ايه انت اللي الاستاذ ميشيل بيقوله ده تجاوز وده واقع، وزي ما قلنا في التفتيش بحث. لكن انا بعترض على ايه؟ اللقطه اللي انا بقولها يا استاذ ميشيل بتاعه النقيب، لا انت مواطن داخل الاسم، انت قاعد في الاسم وشفت النقيب ده، انت راجل فلاح عبد التواب وقاعد وشفت النقيب ده بيجيب لك كرسي اتفضل يا باشا ومش عارف ايه يا باشا وبيتحرش بيها، انت هتقتنع بالضابط ده؟ استنى بس، لو الضابط والنبي اكمل، الناس مش بتاخد قرارات من مسلسلات ست اللواء، هي الناس بتاخد قرارات من مسلسلات ولا شايفاه بعينيها؟ يعني حضرتك قول لي رد على سؤالي، هو انا صوتي مثلا حد قال لك ان صوتي مبحوح يا فندم؟ انا حالي صوتك انت مش قلت لي اقلع على ست اللواء، ده مش صح برضه. اسمع يا استاذ ميشيل، اكمل، انا بناقش حضرتك وانت بتكمل. اكمل، اتفضل يا فندم. تختلف اللقطه دي انت كمواطن لما تشوفه مهزق كده عمالك جايب لك كرسي ويقول لها اتفضل يا باشا مش عارف ايه يا باشا ويبصولها من فوق لتحت كده، لو انت شفت الضابط ده بيتجاوز ومعلقه على الفلك وبيضربه، ده تجاوز ضابط وبتحصل. لكن اللقطه الثانيه هينزل من نظرك قوي، ليه؟ ايه ده؟ اما انت ضابط بتحصل ولا بتحصل؟ بتعمل كده بتحصل ولا ما بتحصلش؟ اللي هي ايه الثانيه بقى؟ هي اللي هو يعكس هي اللي هتاخد واحده وهيبتها لقيت الدوله. انا هقول لك على حاجه، استنى خليني بس اللي هو رد عليا بس واحده مش لو هي اشتكتهم، لو رد على سؤالي الست دي اشتكتهم ممكن افتراض دي قلت بتحصل بس انا قلت بتحصل خلاص. اكتب زي ما انت عايز، اكتب زي ما انت عايز، اكتب زي ما انت عايز، ولكن لو ترجمتها للواقع يبقى هنا عقاب بالظبط. حلو. انا النهارده الحفاظ على هيبه الشرطه، الشرطه ماتت يوم 25 يناير، الشرطه انهدمت يوم 25 يناير وبعدين بدات تتعافى، لازم الشرطه اللي بتحميك وبتحميني يبقى لها كيانها، مش هطلعه مسخره في المسلسل، مش هطلعه عمال بيتطوع ليه؟ هو ده يعني أم. مسلسل مش هينفع الا بكده. ايه يا جماعه في ايه؟ استاذ زين، استاذ زين بسرعه، سيادة اللواء هدي شويه. لا مش هدي اصلا، لا لا انا عايز اقول لك هم الرساله العامه. انا اول راجل على المعاش، انا راجل على المعاش مش قاعد على الكرسي يا فندم. لكن الشرطه لو اتهانت الرساله العامه مش اهانه يا فندم، حقك ضاع. هي كده مش اهانه، انت محامي يا فندم. نعم، ده انت محامي تتعامل مع الشرطه. ايوه دي اهانه؟ يعني هل يجوز يا فندم تحريك دعوى صف وقصف بهذا الموضوع؟ هل يجوز دعوى تشهير او اهانه بهذا الموضوع؟ هي الناس يا فندم، هي الناس بتاخد هبه الشرطه من المسلسلات ولا من الواقع اللي قدامها؟ ده مسلسل منشور بره وفي الخارج. الناس بتاخد هبه الشرطه يا فندم من المسلسلات. الفن مؤثر. طب خلينا استاذ زين، الراجل ما اتكلمش يا جماعه. هبه الشرطه مسلسل يا جماعه.